خلونا نروح كده نشوف مشهد من جنازة الشيخ حسام عبد العظيم ونسمع يعني آخر كلمة الشيخ يعقوب في هذه الجنازة، ثم نعود إليكم مجددا. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. إخوتي، وكانت الكلمة الزانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ووحشته قبل أن يغلق عليك قبره وحسن قلبه على استيحاش جدران مسجدك منك، فأين تذهبون؟ اللهم في الله ورحمه وفيه واخوانه أكرم النزلة وسع مدخلة ارسله بالماء والثلج والبرد، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدله بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، اللهم وسع له في قبره، نون له فيه، واجعل جليسه العمل الصالح، ثبته عند سؤال الملكين، اللهم خفف عنه ضغطة القبر، اللهم وسع له في قبره، افسح له في قبره بعد بصره، اللهم افتح له بابا الى الجنه، وافرس له من الجنه، واجعل روحه في حواصل طير خضر تسع في الجنه حيث شاء. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا له، اللهم عامله بالإحسان، وارفع درجته في أعلى الجنان، اللهم ارزقه الجنة بغير حساب، اللهم اجعله في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رحمك الله واغفر لك شيخي وحبيبي وأبي وأستاذي ومعلمي ومربي، أشهد ويشهد ربي على صدقي في ذلك، أنا أحبك أودعك أستودعك الله. اللهم إنا استودعناك شيخنا وأنت أرحم به منا، اللهم إنك كريم تكرم الوافدين عليك فأكرم وأعن وأسعد، اللهم أسعد، اللهم أسعده برفقة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.